أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج وقف تقول لك. هاي المرة حلقتنا رح نحكي فيها عن الزراعة. اليوم حلقتنا بتحكي عن مدارس التعليم. شو طيب؟ تعال 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 تعال. شو طيب يعني؟ ما أنا محضر أسئلة عن الزراعة. مش مهم، حضر أسئلة عن المدرسة التعليم. المدرسة التعليم؟ تعرف فكرة؟ والله فكرة، بس على فكرة هاي مدرسة الورق. هاي لونها أصفر؟ بتحبها للمدرسة؟ بحبها. من جوا ولا من برا؟ تنتين. بتحبها من الثنتين. إذن مشاهدينا حلقتنا اليوم رح تكون عن التعليم والمدارس في كفر قرع. الحقونا، يلا تعال جميع. أحمد مصالح. يا أخ أحمد، قاعدين اليوم نسأل في حلقة اليوم عن التعليم والمدارس في قرية كفر قرع. وين أنت شايف الإشي قاعد بيروح؟ هل بتقدمه ولا قاعدين نرجع لورا؟ للأسف الشديد في بلدنا في كفر قرع في مشكلة جدية جدا في قضية المدارس. اليوم قاعدين بنشوف في نشور نسبة كبيرة من الطلاب خاصة على مستوى الثانوي والإعدادي اللي قاعدين بخرجوا تعلموا في مدارس خارجية وبالذات في المدارس الأهلية في باكا وفي أم الفحم في حيفا. المشكلة الناجمة طبعا حسب رأيي عن إهمال على مدار سنين متواصلة في المدارس على مستوى الإدارة وعلى مستوى المجلس. الإهمال ناتج أول شيء عن عدم وجود تكافؤ أو عدم وجود إدارة بالذات في المدرسة الثانوية، إدارة اللي قادرة على ضبط الطلاب وإنهاج منهج منضبط للطلاب في التعليم وعدم إظهار كفاءات من قبل المدرسين من قبل البرنامج اللي تثبت للأهل أنها المدرسة قادرة على أنها تأهل أولادهم للدخول في الجامعات الإسرائيلية بعكس ما كان سابقا. كانت المدرسة الثانوية في كفر قرع يعني مدرسة اللي يفتخر فيها وكانوا يجوا يتعلموا في بلدنا من كل البلاد من كل البلاد المجاورة. على ما حسب ما بذكر في الفترة اللي أنا تعلمت فيها في المدرسة الثانوية كانت المدرسة الثانوية من المدارس اللي متقدمة في إسرائيل في تخريج طلاب اللي اليوم هم كلهم على مستوى أكاديمي، طلاب اللي هم دكاترة ومحامية ومهندسين في جميع المجالات. للأسف الشديد في بلدنا مش ناقص كادر تعليمه، بالعكس الأهل يعني بعتوا بلدنا معروف عنها من البلاد اللي أهل بعتوا كل استثماراتهم في أولادهم عشان يتعلموا. فموجود عندنا الكادر، موجود عندنا الطلاب، موجود عندنا برضو كادر المعلمين اللي قادر أنه يعطي القدرة على تأهيل الطلاب، ولكن المشكلة حسب رأيي هي في الإدارة وفي المجلس في تقويم أو في عدم تجميع الكادر وعدم وضع نظام انضباطي اللي يضبط الطلاب واللي يؤدي إنه الأهل يودوا أولادهم على المدرسة مع راحة بال، يعني إنه أولادهم رايحين يأخذوا اللي وصلهم. هذا الإشي موجود برضه في المدارس الابتدائية والإعدادية، ولكن في المدرسة الثانوية ظاهر بصورة أكبر، مع إنه اليوم في المدارس الابتدائية قاعدين بنشوف إنه في تغيير، يعني قاعدين بحاولوا الإدارة والمعلمين إنهم يعطوا أكثر، ولكن أنا حسب رأيي بيقدروا يعطوا الطلاب أكثر من ما هو موجود اليوم. إحنا من برنامجنا ومن سوق البرد رح نهديك هدية. تفضل. وكل عام بخير. كل عام بألف خير. كل عام مكملين برنامجنا في سوق البلد. كل عام بخير. وانت بخير. عارفين حالك؟ أمل عدنان أبو واسل. اليوم نسألك شو رأيك بشهر رمضان الكريم؟ شهر رمضان الكريم حلو كثير. وشو رأيك بالتعليم والمدارس؟ التعليم كثير حلو ومليح. طيب والمدارس؟
مليحة كثير. شكرا لك، ومنهديك هدية مهداة من كريم عثامنة وشمام من سوق البلد، كمان هاي من سوق البلد. ومكملين حلقتنا اليوم بس بعد الإعلان. السلام عليكم، رمضان كريم. كمان مرة احنا هنا مطعم حكاية، معكم الشيف شرف. بنحب نشكر مطعم حكاية وتصوير الحج الفني على مساهمتهم بإحياء البرنامج لكل رمضان. هسا عنا اليوم احنا نبلش بوجبة اللي الكل بيطلع حوالي الربع ساعة 20 دقيقة بسيارته عشان يروح يأكلها، لأنه بالمنطقة هنا القريبة علينا ما فيش شيء منها، اللي هي الكباب الحلبي الأصلي. مكونات الوجبة عنا اليوم هي كباب معمول من خروف، مكونات الكباب نفسه فيه بكلبه بقدونس، كزبرة، نعنع، بصل، ثومي وكمون، كلب اللحمة نفسها. احنا عملناها حبات صغار بمقدار ال 25 ل 30 غرام كل واحدة، هذا تروح شوي على النار. للصلصة تاعت الحباب الكباب الحلبي عندنا مكون من بندورة، بصل، بقدونس، ثومي، كزبرة، نعنع، فلفل حار، كمون، ملح وفلفل. اول شغله نبلش بدنا نعمل فيها، احنا بدنا نحط الكباب على النار. تقدروا تيجي معي هنا، عندنا هنا الجريل، بدنا طبعا كانون فحم، اذا فيش كانون فحم طبعا كلاي برضه بيعمل الشغل كله. بنحط احنا الكباب على النار. احلى شيء بالحياه صوت الجريل او الكانون، وهو بعد تحط الكباب عليه من الدهن اللي فيه صوت، هذا احلى صوت التفكيع، هذا فيش مثله. هسه بنرجع ونحن بنبلش في الصلصه، بدنا ننتقل على الغاز. طبعا بناخذ الكلاي نحطها فينا هون على النار محطوطه، نعلي النار تحت شويه، ناخذ زيت زيتون شويه صغيره، ومنبلش من الاول من للاخر. اول شغله بروح البصل مع الثومي والفلفل الحار. البصل مقدار 100 غرام، ابو 30 غرام ثومي، و20 غرام فلفل حار. اللي بحب الحار اكثر بقدر ازيد، فيش مشكله. دغري بنزيد عليه الفلفل الاسود المطحون خشن، وبنحرك كده. لما نشوف ان البصل بلش يغير لونه بنزيد البندوره. البندوره نحطه هون هسه، وبنعلي شوي النار عليه وبنخلط. طبعا اللي بيعرف شو يعمل هيك بيقدر يعمل بالمعلقه عادي، ولا في شيء اريح منها. بنخليه يشتغل على النار شوي، بعد ثواني بنزيد له كمان شويه زيت زيتون عشان نطلع المي اللي في البندوره. يمكننا الصلصه احسن شويه ملح، البندوره بتحب الملح كثير، يعني خفوش. شوية كمون طبعا،
ومن خرج من خرج. هسه بنرجع على الكانون. نقلب الكباب. نفسه مثله. الكاميرا بتشمش الريحة، اما تعالوا شموا وذوقوا الوجبة، اشي ممتاز جدا. نرجع كمان مرة للصلصة نفسها. بنزيد لها شوية مي صغيرة وبنحط الأوراق الخضر اللي هو كزبرة، نعناع، بالبقدونس. بنحركهم شوية وبنوطي النار تحتين وبنستنى الكبابات. هاي عنا أول مرحلة. مرحلة طبخ الصلصة مع الكباب نفسه. نرفع الكباب من النار، الصحن طبعا، لأن بدنا نضيف هنا على الصلصة نفسها كمان مرة، وبعدين بده يفوت على الفرن مع الخبزة الحلبية. نلقي هسه هون كمان مرة. أول شغلة بنحرك الصلصة نفسها وبنحط الكباب. في ناس اللي بحبوا يطحنوا البندوره بيقدروا يطحنوها عادي. هسه بنعلي النار شويه وبنحرك الكباب، خليه يتمزج مع الصلصه نفسها وياخذ الطعم كله. بنوطي النار كمان مره وبننتقل نعمل الخبزه تبعت الكباب الحلبي. تعال وراي. لأن هنا العجينة اللي هي مكونة من طحين، خميرة، زيت ومي، شوية ملح صغيرة خلاص. في ناس بقدر يحط عليه سمسم، كزحة، اللي بده اياه بقدر يحطه. طب نفتحها ناعم. نفتحها ناعم عشان بدها تروح على الفرن. عندنا العجينة جاهزة. نرجع هسه للكباب. الكباب عندنا هنا 80% جاهز، ما نحطوش 100% لانه بده يفوت على الفرن كمان مره. ناخذ الكباب نفسه ننقل للطاوله. بدنا نبلش هسه بانهاء المناقب، انهاء الوجبه. معلقه نصفط الكبابات في كل الصحن. نحط شوي صغيرة من الصلصة عليهن ونغطيه احنا الخبز. ليش؟ لانه الخبز نغطيه كاملة ونخلي اللحمة تنطبخ على البخار نفسها، والخبز نفسه ينطبخ على البخار نفسه. نحط الخبز عليها ونقصها على القدر اللي بدنا اياه. طبعا هاي العجينه بتبتمهاش لانه بتقدروا تعمل فيها كمان وجبه او كمان اشي راح جاي. هسه هون بدنا نوديها على الفرن. الفرن طبعا 220 درجه لمده 6 دقائق. احنا هسه بنضايق بالحال الوقت الحالي، بنستنى الكباب، بنجهز طريقه
تحضير جديد. ناخذ صحن عادي، ناخذ صحن عادي او صحن من خشب اللي بتكون اياه، لانه لون الطبق نفسه هو بني اقرب للون خشب. مخرم صغيري عشان ما يتحرقش معنا. نستنى شوي على ما هي جاهز. طبعا هسه الوجبه عندنا جاهزه، بنطلع عنا الفرن على الصحن الخشب وشوي صغير تقدر نقدر نضيف لهم شويه زيت مع اعشاب ثومي روزمارين وزعتر فارسي وملح صغيره منها فوق عشان الطعميه. بنجيب الخوصه طبعا أو صحة وهنا. ومكملين حلقتنا اليوم من سوبر ماركت نظمي أبو راشد. كل عام بخير. أنت أهل الخير. نتعرف عليك؟ بيان حافظ زيد. اليوم نسألك شو رأيك بشهر رمضان الكريم؟ يعني صومة اليوم كل ليلة رمضان ولحد اليوم صومت. وانتو أي صف؟ تطلع فين؟ وانت تتعلم ايه؟ بالمدرسة المستقبل تيم. ومنهدية هدية من سوبر ماركت نظمة وراشد. بلال بوركي. بلال، بنسأل برنامجنا اليوم عن مشكلة موجودة في كفر قرع، عن قضية المدارس والتعليم، إنه أغلب الطلاب قاعدين تطلع اليوم بساط الصبح تطلع على مدارس ثانوية تتعلم خارج البلد، فشو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا حسب رأيي المشكلة بتبدأ في الدار، التربية تغيرت، الأساليب التربية كلها تغيرت، الأهل بتعاملوا غير مع الأولاد. يعني اليوم أنا بطلع بشوف الأب مثلا، اليوم جزء الأب يتفاخر إنه ابنه بسب أو ابنه لا سمح الله بتشفر، اللي بعلقش عائلة أشياء بعقبوش، فيش عقاب زي قبل، الإشي شوي صار صعب. وإحنا من برنامجنا راح نهديك هديتين، الهدية الأولى مقدمة لك من ملحمة النور بجانب شاورما الشيخ في مدخل البلد، والهدية الثانية طبعا تأخذها من حلويات نطور، الحلويات اللي بدك إياها. وكل عام تبقى. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. مشاهدينا، خلصت حلقتنا لليوم وشفنا آراء الناس في هاي المواضيع المختلفة. بالنهاية بحب أذكركم إنه كل مشترك اشترك معنا في البرنامج وراح يشترك معنا راح يدخل اسمه للسحب على تعبئة لمدة شهر من محطة وقود ديزول. طبعا نشكرهم على هذا الدعم وعلى هاي الفكرة. بكرة مشاهدينا راح نكمل معكم حلقة جديدة وراح نختار موضوع مهم كتير اللي هو عن الزراعة، لأنه الزراعة. بكرة راح نكمل عن المدارس والتعليم. كلكم